الجيش المصري يتقدم بالتصنيف العالمي للجيوش. معرض الكتاب يحقق رقما قياسيا في الزيارات. وزيرة الثقافة تنع الفنانة نادية لطفي. غدا ولي تتسلم مهام منصبها الأممي الجديد. ومدينة إدفو تجرم ضرب الأحصنة بوحشية. أحرزت القوات المسلحة المصرية تقدما بتصنيف جلوبال فاير باور لتقييم الجيوش لعام 2020، حيث تقدمت إلى المركز التاسع عالميا من حيث إجمالي قوة الجيش، وهي الأولى عربيا وإفريقيا كأقوى جيوش المنطقة. جاءت القوات البرية المصرية في المركز الرابع عالميا، بينما جاءت القوات البحرية المصرية في المركز السابع عالميا، فيما جاءت القوات الجوية المصرية في المركز العاشر عالميا. بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 قرابة 3,300,000 زائر، متخطيا عدد زائري المعرض العام الماضي. ومن المتوقع يتخطى إجمالي عدد زوار المعرض حاجز 3,700,000 زائر بنهاية اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الأخير للمعرض الذي شهد مشاركة 900 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية. نعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنانة الكبيرة نادية لطفي التي توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عاما بعد أزمة صحية. وقالت الوزيرة إن الفنانة الراحلة تربعت على عرش السينما العربية باعتبارها علامة بارزة صنعت جزءا من تاريخ هذا الفن، وكانت كلمة السر لنجاح نخبة من أعظم الأعمال الخالدة. يشار إلى أن الفنانة الراحلة ولدت عام 1937 وأدت أول أدوارها في العاشرة من عمرها. تسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي مهام منصبها الدولي الجديد كوكيل للسكرتير العام ومدير تنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومدير عام لمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. ومن المقرر أن يستقبل الرئيس النمساوي والي للترحيب بها بمناسبة بدء عملها، كما يستقبلها عمدة مدينة فيينا. قرر رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان وقف 27 عربة حنطور عن العمل لمدة 10 أيام وتغريم كل من أصحابه مبلغ 100 جنيه، وذلك للإصرار على استعمال الصود بوحشية ضد الأحصنة التي تجر عربات الحنطور وعلى متنها سائحين أجانب، آمرا بمصادرة الأصوات من أصحابها، وذلك للارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة لسائحين والزائرين والتحسين من معاملة الحيوانات. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.